يعني ده خير عشان الناس تعرف ازاي يتعاملوا مع بعض. انا ما حضرتش. طب اقول لك بيقول ايه. بيقول اوعى تشيلي في نفسك منه، فضي همومك اول باول، بس اختاري وقت مناسب، وقت هيقدر فيه يتحمل، حافظي عليه وعلى ماله واسمه، اوعي تعيشي بشكل اناني، خلي صراعك على مين يسعد قلب التاني قبل التاني، شريك حياتك لازم يبقى اهم واقرب حد ليكي، شريك حياتك لازم تبقى راحته جنبك بين ايديكي، اوعي صوتك يعلى لي، اوعي تخبي سرالي، اوعي صوتك يعلى لي، اوعي تخبي سرالي، شريك حياتك لازم كده. يعني عن يعني توصية حلوة، وهو كمان بقى وانت كمان برضو يعني. بصي هو ده الفن المحترم البناء اللي يفتح بيوت ويعمرها. بجد احييكي على اولا على صوتك الرائع وادائك الجميل واحساسك المرهف، وانت يعني يا رب يجعله في ميزان حسناتك. الكلمتين اللي قلتيهم سهل الممتنع. شكرا للشاعر اللي عبر عن المعاني الحلوه الطيبه اللي المفروض تكون بين الزوجين. وليد سعد طبعا اللحن مسج حلوه يعني. انت طول الوقت بتحاولي تدوري على حاجه، تختاري الوقت المناسب، انت كمان تختاري الوقت المناسب. ما احنا كنا بنتكلم الاسبوع اللي فات ان هي عندها وقت بتبقى منفعله ومندفعه، استحملها شويه وهي تستحملك شويه والحياه تمشي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله.